إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وحلقة جديدة وعالم أسرار التقنية. موقع كوين بلند كنت حذرت منه قبل كده، قلت يا جدعان مفيش حاجة بتشتغل بمثل هذه الطريقة، وقلنا خلوا بالكم من هذا الموقع أنه هينصب. الناس ابتدت تكلمني وبعض التعليقات أن الموقع أوريدي نصب. طيب تاني، عشان الناس اللي ما تعرفش او ما كانتش متابعة او مش فاهمة مواقع الاستثمار، حضراتكم في اكتر من حوالي 15 قناة يوتيوب دلوقتي موجودين، كلهم عصابة واحدة نفس الطريقة، وليهم الناس يعني القديمة منهم ليهم مواقع كتير زي كوين تيك وكومينيتي سواب وهايب تيم وترايفكس ومش عارف ايه، معروفين الناس دي حضراتكم بتشتغلكم، وانا حذرت منهم 100 مره. في قناه ثانيه طالعه بنفس الطريقه، اول حاجه عشان تعرف صاحب القناه نصب ولا لا هتلاقيه كاتب معاكم فلان الفلاني خبير في الاستثمار. كلمه خبير في الاستثمار دي يعني لفها وحطها في درجه، مفيش حاجه اسمها خبير في الاستثمار. ليه خبير استثماري؟ يعني ده واحد بينصحك تستثمر فلوسك فين، مش على الانترنت في البورصه. يقول لك الدكتور فلان الفلاني حصل مثلا على كذا في التحليل مثلا الاسهم، ده يبقى خبير استثمار. لكن على الانترنت ان واحد يقول لك انا خبير في الاستثمار اونلاين ده نصاب، اعرف على طول النصاب، لان ما فيش حاجه اسمها خبير استثمار اونلاين. وكل المواقع اونلاين اللي هي فتحت استثمار هايب كلها نصبت بلا استثناء. هو يقول لك انا خبير في التداول ماشي، خبير في العملات الرقميه ماشي همشيها، لكن خبير الاستثمار ويقول لك تعالى ده الموقع ده كويس حط فلوسك واستثمر فيه، اعرف ان هو نصاب. دي اوراق واحد. اتنين، يقول لك ويحلف ويقسم بالله، اعرف ان هو ابن 60 بلغة قديمة، يقسم بالله ويقول لك والمصحف ومش عارف ايه الكلام. انت بتستدر عطف الناس من ناحية الدين عشان يثقوا فيك، انت لا عندك دين ولا عندك ايمان، انت اصلا واحد نصاب. ابعد عن اي حد يقسم بالله، اعرف على طول ان هو شمال. اللي يقسم بالله على حاجه في استثمار يقول لك انا ضامن وانا عامل، اعرف ان هو شمال. هو كل القصه عايز اوريك الناحيه الدينيه عشان تستعطفك وتثق فيه وانت بتقع في الفخ. ده رقم اتنين. رقم تلاته، بيبقى دايما دعوته للموقع بيحط الموقع بدون لينك حاله. يعني ايه؟ تلاقيه حاطط الموقع مباشره ماستر اي كيو هايب تيم، حتى لو حط حالة او حاجة هتلاقي ان هو الوحيد اللي بيتكلم عن الموقع ومفيش حد يتكلم غيره، وان حد يتكلم عليه تاني بيبقى حد تابعه، تلاقيها مثلا مش عارف مين الغندي واحدة وحط الجروب بتاع اللي هو النصاب الاولاني صاحب قناة اليوتيوب. يعني ايه؟ بيعملوا كذا قناة عشان خاطر في الاخر وصلك لصاحب النصابية الاساسي اللي هو عامل الموقع لنفسه وحضرتك تخش عليه. فيبقى اول حاجه فيش حاجه اسمها خبير استثمار، دي لسه محدش يعني ده اخترعوه. حاجه خبير استثمار يعني واحد بيفهم في تحليل البورصه وفي الاوراق الماليه. اللي موجودين على النت كلهم بتوع تحليل مواقع، وتحليل المواقع ده بيبقى مش خبير استثمار، ده خبير بطيخ. نقطه من اول السطر، يبقى اول حاجه اللي يقول لك خبير استثمار او تلاقي كاتب كده في البروفايل بتاعه فلان الفلاني خبير استثمار وما بيطلعش بوشه. رقم اخر حاجه بقى، ما بيطلعش بوشه، يطلع بفلوس، يطلع يوريك مثلا حاجه لكن هو ما بيظهرش بوشه نهائيا، نهائيا بمعنى نهائيا بنسبه 1000%. دي كل الناس دي انت كل تواصلك معاهم بيبقى عباره عن اليوتيوب والتليجرام. يوم ما حضرتك بتحط فلوس او بيحصل حاجه ما بتقدرش انك تاخد منه لا حق ولا باطل، بيختفي يتركن شويه يرجع تاني وينزل بموقع جديد، يقوم مدور على ضحايا جديده والمواقع تبعهم والمواقع بتاعتهم، محدش بيشرحها غيرهم، لا في اجانب اتكلمت عليها ولا في اي حد ولا في اي وسيله تواصل، كله بيبقى شغلهم هم. مجموعه شغالين دلوقتي داخلين في حوالي سنتين او سنه ونص ماسكين اليوتيوب ما شاء الله عليهم، سواء كان سعد حلنبوحه، نواف كركر، احمد الحلفنجي، مش عارف مين الغمدي، مش عارف مين مزغوره، مش عارف مين بنات على رجاله بتاع حوالي 12 13 قناه، يوسف مش عارف مين، كل دول
نفس الفكرة، هتلاقي القرارات بتاعتهم واحدة ونفس الطريقة، يخش يقول لك الحق المنصة الفلانية نصابة، تعالى بقى أقول لك على المنصة اللي 100 100 اللي أنا بحط فيها فلوسي بنفسي، الحق المنصة الفلانية نصابة، تعالى أقول لك أنا مش عارف إيه. أنا الناس حتى اللي بتكلمني وتيجي تقول أنا عايز منصة مضمونة 100% في الاستثمار، عمري ما قلت لحد في الفترة اللي فاتت دي كلها من بعد ما خلاص أعلنت الحرب على موقع الاستثمار، تعالى خش موقع الاستثمار، لأن خلاص اتأكدت بما لا يجعل مجال للشك ان في حاجه اسمها موقع استثمار. فاي حد يجي يسالني بقول له قدامك 3 حاجات، يا اما تتعلم تداول، تتعلم مش تخش موقع التداول ده، حتى موضوع ان انا بحط بتاع ده لينك او حاجه لكوتكس بقول لك خش على الديمو الاول، ما بقولكش اعمل ايداع. وانا عملت ايداع بقول لك خش ايداع، يعني لما بطلع بفيديو اقول لك اعمل ايداع بيبقى في مثلا عرض او حاجه بقول لك ده في عرض بس، لكن بقول لك التداول في مخاطره، اللي عايز يعمل فلوس من غير مخاطره خش على انك تتعلم ازاي تعمل محتوى او ازاي انك انت تشتغل تسويق الكتروني. ده اللي بنصح بيه كل الناس على اليوتيوب في التليجرام في اي حته، ده الكلام اللي بقوله في حته واحده، الكلام ما بيتغيرش. لكن الناس اللي تقول لك تعالى نفس الطريقه، يفضل يقول لك ده موقع نصاب، ده موقع نصاب، ده موقع نصاب، بس الموقع الفلاني ده انا داخل فيه، وتعالى اتفرج على ارباحي، تعالى اتفرج مش عارف ايه، حلو يا عم ورينا ارباحك، يوريك ارباحه والقناة، يعني حتى المنصة اللي بيتكلم عليها منصة استثمار هو اللي عاملها، مفيش أي حد ولا شركة ولا حد تاني بيروج ليها غيره، اللي هي إيه، منصة قطاع خاص، موقع قطاع خاص ليه. فخلوا بالكم. يبقى إحنا عرفنا أول حاجة يكتب لك خبير استثمار، تاني حاجة يحلف كتير أو يقول لك ما بيطلعش، وتالت حاجة ما بيطلعش بوشه أو يظهر بوشه، رابع حاجة بيحط موقع اللينك بتاع الموقع مباشرة، يقول لك ماستر أي كيو مش عارف إيه، كل المواقع دي كلها تبعهم ملكهم، محدش بيشرحها غيرهم، بيكلفوها 400 دولار ولما ينصبوا على الناس يطلعوا ب 10,000 20,000 دولار 50,000 دولار، شكرا على كده، ضحكوا على الناس والناس تخبط راسها في الحيط ومحدش، وبيرجعوا يكملوا النصب. خلوا بالكم على فلوسكم، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.